النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما لاحظنا ارتفعت درجات الحارة بشكل ملموس وملحوظ، وأصبحت قريبا من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. بلغت درجات الحارة اليوم ما يتجاوز 25 درجة مئوية. كانت الليلة الماضية هي الليلة الأخيرة للأجواء ذات الأجواء الباردة، ومن المتوقع ارتفاعات عديدة في درجات الحارة خلال الأيام القادمة. خرائط الضغط الجوي تشير إلى تقدم تدريجي لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر باتجاه المملكة. هذا المنخفض الجوي يجلب معه اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من أراضي شبه الجزيرة العربية، ستكون بمشيئة الله تعالى مسؤولة عن حدوث توالي في ارتفاع درجات الحرارة، وحتى أنها ستتجاوز المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. ذلك ناتج عن تمركز هذا المنخفض الجوي وامتداده باتجاه المنطقة الذي أشرنا إليه سابقا في أكثر من نشرة جوية. بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة للكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض، هذا اللون الأحمر كلما زادت شدته تعني ازدياد في درجات الحرارة. هذه الأحوال الجوية متوقعة كانت اليوم الاثنين، كما تلاحظ وجود كتلة هوائية دافئة وحارة نسبيا تقترب من المملكة. كما تلاحظون اختلاف الألوان مع ساعات نهار يوم غد الثلاثاء، اقتراب أكثر لهذه الكتلة باتجاه المملكة، وذلك مع امتداد لهذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر. وحتى أن يوم الأربعاء تصل هذه الألوان إلى مناطق أكثر شمالا وتغطي معظم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، وذلك يعني ارتفاع متتالي في درجات الحرارة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، سيكون هناك اختلاف جذري عما كانت عليه خلال الليالي السابقة. هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة، تكون الأجواء معتدلة في أغلب ساعات الليل، لكنها تميل البرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الأجواء بنفس الوقت غالبا صافية. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة تقريبا 19 درجة مئوية، يعني أجواء دافئة للغاية. ونود الإشارة بأن الجلوس في الخارج وتناول طعام السحور في الخارج هو من الأمور الجيدة بالنسبة لهذه الليلة. نهار يوم غد يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح درجات الحرارة تقريبا يعني حول إلى أعلى بقيم معدلاتها. طقس ربيعي دافئ في أغلب مناطق المملكة، لكنه يميل الحرارة مع ساعات الظهيرة والعصر في بعض المناطق، ويكون طقس ما بين حار نسبي إلى حار في أغلب مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وبعض مناطق البادية الشرقية. غدا الطقس وقت ساعات الإفطار صافيا، درجة الحرارة 27 درجة مئوية، والجلوس في الخارج والإفطار في الخارج في شرفات المنزل يعتبر ممتاز لمثل هكذا أجواء. نصعد معكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة العظمى المتوقعة والصغرى الليلة التي تلي القادمة في محافظات المملكة، ونبدأها بمناطق الشمالية. إذا في المناطق الشمالية في إربد تصل درجة الحرارة إلى 29 إلى 17 غدا، جرش 29 إلى 17، عجلون 27 إلى 17، أما في مفرق من 32 إلى 19 درجة مئوية، والأجواء ربيعية دافئة بوجه عام. العاصمة عمان من 30 إلى 19، 31 إلى 20 في السلط، 32 إلى 17 في مأدبة، 37 إلى 24 في البحر الميت، و 32 إلى 18 في الزرقاء. المناطق الجنوبية للمملكة في الكرك 29 إلى 18، في الطفيلة 28 إلى 21، في معان من 31 إلى 18، في الشرار من 26 إلى 20، أما في خليج العقبة فترتفع درجة الحرارة العظمى غدا إلى 37 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى إلى 27، مع تنويه أن هناك نشاط في الرياح الشمالية غدا النشطة في خليج العقبة ومنطقة ومدينة العقبة، والتي قد تثير بعض الأتربة والرمال. انتقالا إلى المناطق الشرقية، مناطق البادية الشرقية، في أرويجد من 32 إلى 17، في الصفاوي من 33 إلى 17، وفي الأزرق من 34 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، إذا غدا كما ذكرنا 30 إلى 19، يوم الأربعاء 33 إلى 22، إذا المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وتوالي درجات الحرارة حتى ارتفاع يوم الخميس لتقترب من حاجز 35 درجة مئوية نهارا والصغرى 24. الطقس يتحول ليصبح حار بشكل عام في أغلب المناطق بعد يوم الأربعاء،
وينصح بعد ذلك بالاكثار من شرب السوائل المرطبة والباردة خلال ساعات السحور تحضيرا لهذا الارتفاع الكبير والمتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. إذا كان هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دائما لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.